ننتقل وياكم مشاهدي الكرام أيضا إلى خبر وفاة أكرم العروسي، وهاشتاج ترند لهذا اليوم يتصدر الترند بعد وفاة المنشد أكرم العروسي بعد صراع مع المرض، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. مشاهدي الكرام، أيضا هناك رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا وتداولوا مقطع من تلاوة الفقيد أكرم العروسي بعد وفاته رحمة الله عليه، نشاهد هذا الفيديو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني. رحم الله المنشد وأيضا كذلك القارئ فنان عظيم أكرم العروسي، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكن في جنات النعيم. وكانت فاجعة في هذا الصباح بوفاته بعد مرض صارع فيه إلى أن لاقى الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، خلينا نروح وياكم إلى هاشتاج أيضا كان فيه ترند وكذلك أيضا تداول فيه رواد التواصل الاجتماعي، وهم يعزون وأيضا يترحمون على الفقيد أكرم العروسي، نشاهد الكرام. يا رب إن حل بي ما لا مرد له، وصرت مرتحلا عن هذه الدار، وصرت ضيفك في ظلماء موحشة، فاجعل قراي لديك محو أوزاري. وأيضا يكون معنا مشاهدي الكرام الإعلامي جلال الزهراني، وأيضا هو أحد أصدقاء المرحوم أكرم العروسي. حياك الله أخونا أبو حاتم، حياك الله جلال. الله يحييك ويحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله عزاك في وفاة الفقيد أكرم العروسي. أحسن الله عزاءنا جميعا. صراحة أبو عامر يعني الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، صدمني الخبر بصراحة الصباح اليوم. أنا كان بيني وبينه تواصل قبل فترة قصيرة، والرجل رغم الألم ورغم يعني المرض اللي أصابه، كلماته كانت يمكن أنت سمعتها، أنا أرسلتها للجروب اليوم. يعني فيها تفاؤل، فيها صبر، فيها ما أدري إيش أقول لك صراحة. أنا سمعت الآن المقاطع اللي أنت أرسلتها، والله أثرت فيني كثير. فالله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه والجالية الإثيوبية كاملة.
صبر والسلوان، والله يغفر له ويرحمه، رجل يعني نادر تحصل مثله في أخلاقه، في أدبه، في وقاره، في حبه للناس. تعاملت معاه في شغلات كثير، سواء من ناحية الألحان، استشارات في بعض المقامات، في بعض ما يتردد أبدا في أي كلمة يقولها يعني. فعلا آمين يا رب العالمين. أبو حاتم، يعني أنت ذكرت أيضا بعض يعني محاسنه، فعلا كان صاحب ابتسامة وكان خلوق، وكذلك أيضا كان يعني تعامله جيد حتى في مجال العمل. كيف كانت الفترة يعني التي قضيتها معاه يعني من ناحية التعامل، وكيف شفته أيضا مع الناس؟ يعني هو ما شاء الله تبارك الله بشوش مبتسم، يعني خلينا ندخل إلى يعني عالم أكرم العروسي، كيف كانت أخلاقه مع الناس، مع جمهوره كذلك؟ أنا بعطيك مثال بسيط. أنت تعرف غالبا الإعلاميين والمشاهير يطلعون بصورة ممكن تكون مخالفة عن واقعهم. نعم. الرجل أبو عامر لو تتابعه في السنابات حقته، تتابعه في حياته الإعلامية، تجده هو نفسه الشخص العادي. يا سلام. ما عنده تكلف أبدا. يعني كنت أقول له أوقات، طيب لما تجي تصور ارفع الجوال بالطريقة الفلانية. أيوه. لما تجي تتكلم مثلا غير نغمة صوتك. قال لا 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 لا, لا أنا كذا. نفس عفويته. عفوي، يقول أنا كذا ما أقدر أتكلف. وهذا يدل على أن الرجل يعني نفس الشخص اللي أنت تشوفه وتجلس معاه، الصادق النصوح صاحب الابتسامة، هو نفسه اللي الناس تعرفه. أيوه فعلا فعلا. ايوه يعني ما شاء الله، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وان شاء الله انه من الشهداء. يعني هو مات مبطون. نعم بلا شك، وان شاء الله انه في منزله الشهداء. نعم. الله. اخيرا يعني هي فعلا يعني رساله ابو حاتم يعني للاعلاميين المشاهير ولكل الناس بلا شك، يعني خاصه الاثر الطيب. شوف انه هذا كيف يعني الان قاعد تذكر بعض المناقب وبعض الصفات الجميله عنه وهي التي ستلحقه. ماذا نريد أيضا من المشاهير الذين يعني قد يعني يمكن تغيرهم الحياة يمكن إلى أشياء أسوأ، لكن أيضا يعني بلا شك أنه يعني هذه مثلا موقف للعبرة. يعني إحنا شايفين الآن نموذج صالح جميل رائع يذكر بالخير، فأيضا رسالتك بلا شك بحكم أنك أيضا أنت في المجال الإعلامي. والله يا أخوي أحمد، لن يبقى لك إلا الكلمة الطيبة. نعم. الكلمة الطيبة، الصورة الطيبة، النمط اللي أنت يعني حطيته للناس وخليت الناس يشوفونه هو اللي حيبقى لك. شوف الآن أنت إيش شغل، شيء ذكرنا في قرآن. يا سلام. دعاء. ما ذكرنا أي شيء ثاني للرجل إلا المحاسن، محاسن موتاكم. فعلا. فخلك دائما بشوش مع الناس، سواء كنت إعلامي أو غيرها، لن يبقى لك إلا الذكر الطيب. فعامل الناس دائما كأنك سترحل غدا. نعم نعم. والله يجعلنا إن شاء الله يعني طيبين الذكر وفاعلين للخير دائم. آمين يا رب العالمين. الإعلامي جلال الزهراني أبو حاتم، شكرا على هذه المداخلة. شكرا لكم على الإطراء وعلى الذكر يعني الأشياء الجميلة في الناس اللي فقدناهم، وإن شاء الله لما نفقدهم دائم يا رب العالمين. شكرا على تواجدك معي وشكرا على هذه المداخلة. كان معنا الإعلامي جلال الزهراني وهو تحدث مشاهدي الكرام عن أحد محاسن أكرم العروسي أبو عامر، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. وهذا الأثر الطيب كما ذكر في يعني في نهاية حديثه عن الأثر الطيب الذي يتركه الإنسان سواء كان مشهور أو غيره. نحن نريد أن نخرج من هذه الدنيا ونحن قد وضعنا أثرا طيبا يذكر لنا، وأيضا يكون لنا مزيد من الحسنات إن شاء الله يوم الحساب. أيضا من ضمن هاشتاج كذلك مشاهدي الكرام وفاة أكرم العروسي، هناك أيضا إحدى الفيديوهات التي تم تداولها والابتهالات التي كان يذكرها الفقيد. نشاهد. يا رب يا رب يا رب انحل بي ما لا مرد له، وصرت مرتحلا عن هذه الدار، وصرت ضيفك في ظلمة موحشة، فاجعل قراي لديك محو أوزاري. الضعيف يكرمه من كان ذا كرم، أنت الكريم، أنت الكريم، وأنت
أنت الخالق الباري ولا تذرني أفردا لا أنيس معي ووسع القبر واملأه بأنواري إن الملوك إذا شابت عبيدهم برقهم عتقوها قصد إبراري وأنت يا مالكي وأنت يا مالكي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني قد شبت في الرق فاعتقني فاعتقني إمنا. الله يجعل أعماله يا رب العالمين إن شاء الله رفع لها في الدرجات بإذن الله. أكرم العروسي أيضا كان صديق لي، وأيضا يعني أكثر شيء يمكن أنا أتذكر له هو من المشاهير القديمين، وما زالت شهرته موجودة يعني في الوقت الحالي، يعني عاصر جميع الشهرة القديمة والتي وقت الحالي زي ما ذكر أخونا جلال الزهراني. لكن أكثر حاجة يعني يمكن لامستها أنه على عفويته زي ما ذكر جلال، أنه ما زال محافظ على الخلق الرفيع وبعيد عن الأشياء اللي نشوفها إحنا الآن من الشهرة اللي غيرت بعض الناس سواء مع أهله أو أصدقاءه أو تغيرت أيضا مع الناس. فبالضبط عنده مبادئ قيم أخلاق جميلة جدا، كان هو اللي يزرعها دائما الابتسامة. أنا الحين قاعد أبغى أتذكر بعض المحاسن لي فترة عنه تقريبا يعني خلال فترة المرض ما كنت معاه، لكن أذكر فقط ابتسامته وخلقه الرفيع اللي إحنا بنحتاجه فعلا أنه يذكر لنا، وأيضا يعني يترك شيء في هذه الحياة أنه يذكر من الأعمال اللي وضعها سواء القرآن الكريم والابتهالات والأشياء الجميلة. فهي رسالة لي ورسالة لكل شخص بلا شك أنه الإنسان يعتبر، وأيضا يعني بلا شك يضع العمل الصالح اللي ينفع إن شاء الله يوم الحساب. مشاهدي الكرام، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، فعلا كانت فاجئة، وأيضا يرزق كذلك أيضا أهله الصبر والسلوان، وكذلك أيضا يعني هي فاجئة بلا شك لأهله وأيضا لجميع الوسط الإعلامي وأصدقائه. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم، ونسأل الله أيضا أن يغفر لجميع موتى المسلمين. نحن يوم جمعة ويمكن وافقت كذلك أيضا وفاته بعد أن كان مبطونا يعني، وكان من المبطون أيضا من الشهداء. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يجعله في منزلة الشهداء والنبيين والصالحين.